عدد الطالبين للتسجيل في هذا المؤتمر كان أكثر من 800، قبلنا 400 للأسباب التي تعرفونها الآن، تنظيمية وبيداغوجية، وإن شاء الله ستكون ربما في السنوات القادمة أعداد أكبر للمشاركين في هذا المؤتمر. رئيس هذا المؤتمر أستاذنا وشيخنا الدكتور علي حليتيم، طبيب أمراض أخصائي أمراض النفسية والعقلية ورئيس منبر رئيس مركز الشهاب. نود وهو رئيس هذا المؤتمر أن يقدم لنا كلمة افتتاحية في بداية أشغال هذا المؤتمر الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والوفد المرافق له، سيد الأمين العام لوزارة الصحة والسكان، سادة الأساتذة والعمداء والمدراء والأطباء الأعزاء، ضيوفنا الكرام من كل مكان، ضيوفنا الأعزاء من خارج الوطن، مرحبا بكم جميعا في ظلال المنبر الطبي. المنبر الطبي قصته القصيرة ولكنها قصة رائعة، بدأت في نوفمبر 2019 حيث دخل مباشرة في معمع المعركة مع سائر المجتمع المدني الجزائري والسلطات الوطنية التي تجمدت في هذه الجائحة. تقدمنا ما استطعنا تقديمه لفالف دو بوسنياك على المستوى الوطني في كل ولايات الوطن، التي أنقذت مئات الأرواح من الموت المحتم، لريستوراتور دو ريانيماسيون، لسال دو ريانيماسيون مثل دو سال في سي اش يو تسيتيف، دشنهم الوزير الأول عبد العزيز جراد، وأطنان ومئات الآلاف من لي ماسك شيروجيكو، لي ماسك اف اف بي 2، لي برودوي دو ستيريليزاسيون إلى غير ذلك. ثم بعد كوفيد تجمد المنبر الطبي لمرحلة ما بعد كوفيد، التي هي في حقيقة الأمر أهم من مرحلة الجائحة. مرحلة ما بعد كوفيد يجب أن نستخلص العبر، وأهم عبرة نستخلصها كما قالت نيويورك تايمز في تقريرها حول لا غريب إسبانيول 1918 التي قتلت بين 50 و 100 مليون، was telling the truth، لأنه قول الحقيقة، لأنه في وقت الأزمات ترتفع وتنتشر نظريات المؤامرة، تنتشر المعلومات المغلوطة لا ديزانفورماسيون، ومن يصحح المعلومة غير الأطباء، غير المجتمع الطبي الذي هو سلطة حقيقية، هو البيو باور كما يقول ميشيل فوكو في نظريته حول السلطة. ولذلك ارتأى المنبر الطبي أن يقوم بهذه العمل جنبا إلى جنب مع الآخرين. نحن لسنا بديلا للمؤسسات الصحية القائمة، نحن وسيط بين هذه المؤسسات وسائر المواطنين، نحن نعمل على جمع الأطباء والخبراء. ولذلك كما قال البروفيسور مالك، جمعنا خيرة الأطباء، خيرة الخبراء من الولايات المتحدة، من فرنسا، من فلسطين العزيزة، الدكتورة أماني أبو رحمة والدكتور علي فطوم الذي هو أخصائي في الفيروسات في الولايات المتحدة، لما بين فلسطين والجزائر من وشائج العقيدة والأخوة والقربة. اسمحوا لي في 30 ثانية لأقول لكم إن مركز الشهاب ليس كذلك، ليس فقط المنبر الطبي، بل هو مجموعة من النوادي في خدمة المواطن وفي خدمة المجتمع الجزائري. مركز الشهاب هو كذلك نادي سابغات ونادي اللغات الذي يدرس الألمانية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية وقريبا الأمازيغية، نادي السمع البصري برئاسة الدكتور يوسف علون، نادي المعارف المقدسية برئاسة الدكتور محمد رحال، نادي نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تحت رئاسة الأستاذ عبد الملك مسعودي، نادي الأدبي تحت رئاسة الدكتور خير الدين درويش وحصته المجالسات التي يتابعونها في العالم العربي كله، نادي نزهة العقول تحت رئاسة الدكتور بشير بن خوجة، النادي الرياضي تحت رئاسة الأستاذ المبدع جمال عيشوش وفي عضويته 300 فتى يمارسون الرياضة، نادي الأسرة والطفل تحت رئاسة الأستاذ المبدعة
عتق نادي المقاولة تحت رئاسة البروفيسور تباني، والكل تحت توجيه المايسترو فاروق رايس، وفوق المايسترو شيخنا المبدع المتفتح المتفهم المشجع على العمل موسى ميلي رئيس شعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بسطيف. يأتي هذا الملتقى ونحن على عتبات الخروج من الجائحة، إذن وجب علينا أن نأخذ العبر، وأكبر عبرة بعدما قلنا العبرة الأولى هي telling the truth، العبرة الثانية هي قوة العلم، لأن العلم هو الذي أخرج العالم كله من هذه الهوة الساحقة، وهو أداتنا الكبيرة في حرب المواجهة جنبا إلى جنب مع سلاح الإيمان الذي دفع شعبنا للبذل والعطاء بصفة لم ترها الشعوب الأخرى، بصفة فريدة من نوعها ومتفردة في إبداعها وفرادتها. إذن وهذا الملتقى وإن كان لم يحظى بدعم المخابر الكبرى التي تدعم فقط الملتقيات التي فيها الأدوية، فنحن وجائحة كوفيد ليس فيها أدوية كثيرة، حتى اللقاح يعني لم يقل الإقبال عليه، وأوميكرون يعد يعني لقاح طبيعي يعني، ولكنه حظي بدعم المواطنين وحظي بدعم قلة قليلة من الداعمين، نشكرهم يعني جزيل الشكر، ونحن ممتنون لهم دعمهم لهذا الملتقى، وممتنون كذلك لكل الجهات الداعمة، ولاية سطيف وعلى رأسها الوالي سيد الوالي الذي رحب أيما ترحيب بهذا الملتقى، ووزير الصحة والسكان وفريقه وحضور الأمين العام رغم أشغاله دليل على ذلك، وقد حظينا بدعمه الجماعات المحلية، المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكل الأطراف التي إن لم أذكرها فإن الله عز وجل يذكرها وسيجازيها خير الجزاء. الجيش الأبيض كما يسمونه سيكون آخر من يخرج من معركة كوفيد ليستأنف مسيرة الاستعداد للمعارك الأخرى، ونحن وخاصة ونحن نرى في الأفق جائحة أخرى ربما تحمل تهديدا من نوع ما، وهي جذري القردة لافاريول دي سانج، وسيحدثنا إن شاء الله الدكتور يحيى مكي فيرولوج من ليون حول هذا الموضوع. سيكون الجيش الأبيض الذي قدم أكثر من 500 شهيد بين طبيب وممرض في هذه الجائحة سيكون آخر من يخرج من المعركة ليستأنف معركة أخرى، لن يرمي بذلته البيضاء، سيكتفي فقط بغسلها بين معركتين، وسيكون هذا الجيش سعيدا بخدمة الوطن العزيز وبخدمة المواطن، وسيكون هذا الملتقى فرصة لنتبادل المعارف وفرصة لنعيد رمزية الطبيب، لأن المجتمع يحتاج إلى رموز، يحتاج إلى الطبيب الرمز والأستاذ الرمز والإمام الرمز والمسؤول الرمز. أتمنى لأشغال مؤتمركم كل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم.